ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل كفتة النهاردة، كفتة بيتي بأحلى طعم ممكن تدوقوه. بنجيب بصلاية وفلفلية، نضربهم في الكبة كويس أو نبشرهم أو اللي بتعرف تخرط رفيع ماشي، وبنحط عليهم شوية ملح وشوية فلفل أسود بس كده. ممكن حبهان مطحون، شعرة قرفة، بس بصراحة أنا بتعامل مع جزار بسم الله ما شاء الله، يعني حاجته حلوة جدا. فهو ملح وفلفل أسود بس. وبنصبع الكفتة، نعمل كورة كده نحطها من الإيد دي للإيد ديت ونصبعها كده بإيدينا، ونشكل بقى الصابع زي ما احنا عايزين. ممكن نعمل اللي هي صابع تبقى زي الهمبرجر، وممكن نعملها كور صغيرة لو عندنا أطفال بتحب الكور، او نعمل هي الكفتة كده بالشكل دوت، بتبقى تحفة ما شاء الله. بس بنحطها في الفرن، بتاخد حوالي من 10 دقايق لربع ساعة. نعمل بقى جنبها بطاطس محمرة، سلطة، طحينة، مخلل، مكرونة، كل واحد على حسب ما هو بيحب. عملت بطاطس محمرة وفيها تكاية كده صغيرة عايزة اعرفها لكم، ان بعد ما بنخرط البطاطس هنعملها صوابع. بنعمل ايه بقى؟ بنشطفها شطفة صغيرة، يعني شطفة بسيطة، ونحط عليها سنة ملح ونقلبها، ونحطها في زيت بيكون بقى الحرارة بتاعته عالية يعني مقدوح كويس. ما بنقلبهاش ولا بنيجي جنبها خلاص، يعني هي كده البطاطس في الوقت دوت ما ينفعش ان احنا نلمسها الا لما تدي اللون ده. اول ما تاخد اللون ابيض كده وتبتدي ان هي تشد، في الحالة ديت احنا ممكن نقلبها، وساعتها بنقلب تقليبة صغيرة وخلاص. على كده بتبقى استوت معانا البطاطس، وطبعا بتكون برضو الكفتة استوت. والف هنا وشفا، احلى كفتة ممكن تاكلوها واسهل طريقة. الف هنا وشفا على قلوبكم.